وعلى صعيد آخر، امبارح منطقة القاهرة للخماسي الحديث نظمت حفل لتكريم اللاعبين الحاصلين على بطولات منطقة القاهرة وكمان اللاعبين المشاركين في أولمبياد طوكيو. هنشوف مع حضراتكم جانب من اللي حصل امبارح من خلال هذا التقرير. تكريم النهاردة حاجة رائعة، يعني حاجة بنعملها كل سنة. ده تكريم منطقة القاهرة الحقيقة للخماسي الحديث. المناطق عندنا كذا منطقة، منطقة القاهرة بتكرم ولادها الحقيقة ونتائج مميزة على مستويات كلها من الزوارين لغاية الكبار. بنسلم الدرع العام النهاردة لبطل المنطقة الحقيقة اللي هو نادي الشمس، صاحب أكبر قاعدة الحقيقة في لعيب الخماسي الحديث حالياً. ويعني هي حاجة جميلة، حاجة معنوية أكتر منها أي حاجة، إنما حاجة مهمة إن لاعبتنا تحس إنها بتكرم، إن إحنا بنقدرها. إحنا بنشكر الحقيقة اللاعبين، نشكر أولياء الأمور، نشكر الأندية على مجهودهم الرائع معانا، كلنا مكملين لبعض في الآخر عشان نوصل بأبطال يمثلوا مصر على المستويات العالمية ويحققوا إنجازات لمصر زي ما حصل السنة دي. الحفلة دي عبارة عن تكريم للهيئات والأندية المشاركة تبع منطقة القاهرة في موسم 2020-2021. النهاردة احنا بنكرم النادي اللي حصل على اعلى نقاط بالدرع العام اللي هو اكبر درع موجود خلال الموسم. عندنا 15 هيئة ونادي مشاركين خلال موسم 2020-2021، بيتم تكريمهم بالدروع الشرفية للأندية والهيئات، الى جانب ان احنا بنكرم كمان المديرين الفنيين والمدربين اللي شاركوا معنا خلال الموسم الرياضي. كمان عندنا احنا رانك السنة دي في الموسم للاعبين. الرانك ده عبارة عن المركز الأول في كل مرحلة، عندنا 6 مراحل بناخد منها كل ولد وبنت من كل مرحلة بإجمالي 6 لاعبين. كان الإعلان عنه أن اللي ياخد المركز الأول يسافر يلعب بطولة العالم في ألمانيا 2021، كان في شهر أغسطس اللي فات، وبالفعل كان عندنا 6 لاعبين مؤهلين والستة طلعوا لعبوا بطولة العالم اللي فات. احنا النهاردة بنكرمهم بشهادات تقدير بقيمة 2500 جنيه لكل لاعب أو لاعبة. طموحي ان انا اتعب بحاول احافظ على المركز بتاعي لحد ما اكبر، وان شاء الله ابقى زي احمد الجندي كده وادخل بطولات عالم، وان شاء الله ابقى زي كويسة زي. طبعا يعني احساس فخر ان انا بعد كل تعب سيزون من اول السنة، حاجة يعني كللت تعبنا بفرحة يعني بعد كل التعب ده، فالحمد لله أنا فخورة يعني الحمد لله. أنا فرحان طبعا بالمجهود والحاجة اللي أنا عملتها، والحمد لله أنه هو كافئني على الموضوع ده، وبتمنى أن أكمل في الموضوع وأوصل الأولمبيات وأكمل في الحاجة اللي بعديها. طبعا إحساس كبير جدا أن أنا بمثل مصر، وفخر ليا طبعا أفتخر باللي أنا بمثل مصر في بطولات العالم. وشكرا، احب اشكر منطقه القاهره على الحفله الجميله دي، وان شاء الله نكمل من نجاح لنجاح.